أهلاً، ودي اليوم كلكم تراجعون انفعالاتكم. هل أنتوا انفعاليين ولا أنتوا ناس عندكم حكمة وعندكم صبر وتعرفون شلون تحكمون بانفعالاتكم؟ هل من السهل أن الإنسان اللي قدامك يستفزك ولا لا أنت عندك يعني رباطة الجأش وتقدر تمسك نفسك وانفعالاتك؟ تابعنا في هذه الحلقة ورح نعرف الفرق بين الإنسان اللي يضبط انفعالاته واللي ما يضبطهم. كلنا نمر في مواقف ساعات تسبب لنا إحراج وساعات تخلينا نصير متضايقين ويينا نوبة من الغضب لأن اللي قدامنا مثلا قاعد ينرفزنا أو اللي قدامنا قاعد يتعدى علينا لفظيا. بقول لكم قصة. واحدة تقول أنا كنت قاعدة في جلسة وقاعدين نسولف أنا وصحباتي، واحدة من اللي موجودين قاعدة في جروب ثاني يمنا تقول ما انتبهت أن أنا موجودة في هذه العزيمة. تقول وإحنا قاعدين نسولف أنا وصحباتي سمعناها قاعدة تقول عني كلام سيء جدا جدا جدا، واللي درجة أن اللي دار مداري تضايقوا وسكتوا وما عرفوا شي يسوون. تقول وقاموا كلهم يطالعوني أنا، وأنا الشخص اللي متعرض حق هذه الإساءة من هذه الشخصية اللي موجودة معانا في هذه الجلسة. تقول فعلى طول فكرت أن أنا لازم أضبط انفعالاتي. إذا أنا مثلاً الحين بهذه الجلسة اللي إحنا معزومين فيها وهو مو ببيتي وبيت الناس معزومين كلنا، وسويت انفعالات يعني طلعت فيها عن السيطرة، مثل أني رحت لها واجهتها صرخت عليها لا سمح الله شتمتها، راح شنو أطلع أنا مثل ما نقول بالشينة، وأطلع أن أنا الشخص الغير محترم، أنا الشخص اللي ما يعرف يضبط انفعالاته، وأنا الشخص اللي بسرعة استفز من الآخرين. تقول لأني أنا مشتغلة على نفسي ولأن أنا عارفة ضوابط الأشياء النفسية عندي وضوابط انفعالاتي، فقلت أنا بسوي نفسي كأن شيئا لم يكن. تقولوا بسرعة لما شفت أن صحباتي قاعد يطالعوني أن أنا متضايقة ولا شنو ردة فعلي، تقول دخلت بموضوع ثاني وقعدنا نتكلم عنه ولا عطيت ولا تعليق على هذه الشخصية اللي قالت عني الكلام السيء. تقول لما رجعت البيت تقول انهالت علي التليفونات، ليش ما رديتي عليها، ليش سكتتي، هي اهانتك، هي قالت كلام سيء، والشيء اللي ضايقنا ان هذا الكلام السيء اصلا هو مو موجود فيك، فما كان يعني تشبيه حقك، لا كان خطأ. تقول لهم انا لما ارد عليها معناته انا نزلت حق مستواها، معناته ان انا قاعد اقلل من قيمتي وارفع من قيمتها، معناته ان انا كل إنسان يقول عني كلمة يعني أنا أتأثر فيها، معناته أن أنا تقييمي مو عند نفسي، تقييمي عند الآخر. إذا قال عني كلام زين وطيب معناته أن أنا إنسان زين وطيب، إذا الآخر قال عني كلام في نقد وفي شتم وفي لا سمح الله يعني كلمات مو بمحلها، أي الآن هذا الشخص. فأنا متعلمة أن أنا تقييمي إيه حق ذاتي من ذاتي ومن نفسي وليس من الآخرين. فإهي إذا سوت هذا الموقف بالعكس هي راوت كل الناس أن إهي إنسانة نمامة تتكلم بالغير ما تحترم غيرها، وأنا بعدم ردي عليها رفعت من قدري وهي نزل قدرها، لأن هي لاحظوا كل الموجودين في الجمعة أن هي اللي تعدت علي لفظيا مو أنا، ولاحظوا أني أنا ترفعت عن المبادرة أو أني أنا مثلا أروح وأتخانق معاها وأبادر أن أتهاوش معاها وكذي، لا أنا ترفعت عن هذا الخلافات وترفعت عن هالسلوكيات الخاطئة، وبالعكس كملت الجلسة وكأن شيء لم يكن، وخليت المستضيفة لنا تكون قاعدة وهي مرتاحة، وكملت زيارة وطلعت بدون ما أضر ولا أحد، وهي اللي كانت الإنسانة المضرة اللي انكشفت على طبيعتها قدام الآخرين، وكل اللي دار مدارها يعني خلينا نقول نزل قدرها بعيونهم لما شافوها أن هي فعليا ما تحترم أحد، مفروض أن هي أصلا ما تقول هالكلام عني. فتقول هذا الشيء
حس يعني اعطاني قيمه حق نفسي زياده، ان انا قدرت اتحكم بانفعالاتي. تقولوا لو انا مو مشتغله على نفسي، ولو انا نسختي القديمه من نفسي من قبل 10 سنين كنت اصغر، كان ما عندي وعي بهالانضباطات اللي احنا كلنا لازم نسويهم، كان رحت وصرخت وسويت مشكله كبيره وخربت العزيمه، وبعدين كان رجعت البيت ولمت نفسي ولمت هذه الانسانه اللي اشتمتني وغلطت علي. فعشان كذي انا كان ودي من حلقه اليوم ان ويكم أهمية ضبط الانفعالات. لا تصير أنت إنسان كل ما أحد إيه توجه لك بكلام ما يعجبك أو توجه لك بنقد ما يعجبك، سواء قدامك أو سواء تسمعه من الآخرين، يأثر فيك ويأثر في تعاملك مع الآخرين. أعرف دايما أن أنت قيمتك تستمدها من نفسك، أنت اللي تقيم نفسك، وإذا في شيء أنت مخطئ فيه تقول، تعترف مع نفسك، تقول إيه والله أنا هل مثلاً هالشيء أنا قصرت فيه، هالموقف أنا والله مفروض ما كنت أسوي. هذه محاسبة النفس، هذه واجب علينا كلنا، محاسبة النفس بعيداً عن جلد الذات. أنا لمن أراجع أخطائي وأصلحها بدون ما أجلد ذاتي، بدون ما أقعد أعيد الموقف 20 مرة خلال اليوم، أنا ليش سويت كذي وأنا ليش سويت كذي، أنا ليش سويت كذي، هذا خطأ. لكن اللي إحنا لازم نقوله، نقول أنا المسؤول، هذا التصرف بدر مني، وأنا المرة الجاية ما رح يبدر مني هالتصرف، وأنا رح أضبط انفعالاتي مع نفسي ومع الآخرين. تقييمي حق نفسي رح يكون من نفسي، من ذاتي، مو من الآخرين. انفعالاتي لما نشوف ساعات حتى بين الشباب تلاقيهم مثلا تصير يبتدون سالفة عادية وبعدين واحد يشتم الثاني وتصير هوشة كبيرة. ليش؟ لأن غالبا الشباب يكون عندهم التستيرون وايد عالي، وهذا الهرمون يخليهم ينفعلون بسرعة، وهم ما يكون عندهم الوعي إنه ولا الحكمة، لأن بعدهم صغار، أن أنا لازم أضبط انفعالاتي. عندهم القوة أني أنا لازم أرد على الشخص، القوة أن أنا ما أسمح حق أحد يغلط علي، القوة أن أنا مثل ما هو غلط علي براوي أصحابي الثانيين كلهم أن أنا بعد أقدر أغلط عليه. لكن ترى هذه مو القوة، القوة الإنسان اللي يقدر يسيطر على انفعالاته، القوة الإنسان اللي يطلع من المعركة وهو ما شتم أحد ولا قل أدب على أحد، بالعكس هو سيطر على انفعالاته، كان متوازن، ظل محترم، وطلع باحترامه وطلع بقيمته. ما تصدقون إش كثر قيمته عند الآخرين راح تكبر، لأنه هو عطاهم رسالة صامتة بدون ما يتكلم، رواهم أن الإساءة مو لازم يرد عليها بانفعال، رواهم أنه هو محترم نفسه، وراواهم أن أنت ومهما قلتوا لي كلام سيء أنا ما رح يأثر علي، لأن تقييمي مع نفسي مو منك أنت. عشان كذي أنا ودي يعني أذكر كل الناس، سواء رجال، نساء، بنات صغار، شباب صغار، تحكم بانفعالاتك. من مفاتيح القوة أنك تتحكم بانفعالاتك. أعرف شلون تكون ردة فعلك ردة فعل صحيحة. ترى ردة الفعل اللي سريعة وفيها غضب وفيها شتم، هذه سهلة كل واحد يقدر يسويها. شنو اللي الواحد ما يقدر يسويه وبسهولة؟ إنه يتمالك انفعالاته ويتمالك غضبه ويطلع باحترامه قدام الناس. عشان كذي أنا قلت اليوم الحلقة نخليها كلها على الانفعالات، وأعطيكم يعني أمثلة عن الإنسان اللي ضبط انفعالاته والإنسان اللي ما ضبط انفعالاته، وشلون تأثير صورته المجتمعية على نفسه وعلى الآخرين. وإن شاء الله كلنا نضبط انفعالاتنا وناخذ قيمتنا من نفسنا، وما نخلي انفعالات الآخرين وسوء كلامهم عنا يأثر علينا أو يكون هو مصدر تقييم لأنفسنا، لأن إحنا وايد أحسن من كذي، وإحنا وايد أكبر من كذي، وإحنا تعلمنا مهارة ضبط النفس. عرفنا من هذه الحلقة أن القوة في ضبط الانفعال، القوة أن الإنسان ما تكون ردود أفعاله دائماً عشوائية أو عدائية. إذا شفت أن في أحد قدامك قاعد يستفزك وقاعد يقلل من قيمتك، انسحب بهدوء وخلي عندك احترام دائماً حق نفسك.